الاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك وتحديدا في ليبيا، حيث أدى المئات من المواطنين الليبيين صلاة عيد الأضحى بمسجد طبلينو بحضور عدد من مشايخ وحكماء القبائل الليبية بمدينة بنغازي. كما أدى أحد شيوخ هيئة الأوقاف الليبية خطبة العيد عن الحج وأداب ذبح الأضحية والسنن النبوية. كما هنأ المصلون بعضهم البعض بعيد الأضحى متمنين أن يعم الخير والسلام كاملة ربوع ليبيا.